اليوم كانت فرصة لتتبع الأشغال المرتبطة بالتهيئة والحفاظ على عيون أم ربيع، وفي نفس الوقت كذلك العمل كذلك على وضع الطرق الضرورية من أجل تقوية البعد السياحي والمدارات السياحية بالمنطقة، والحفاظ كذلك على جودة هذه المياه، وفي نفس الوقت كذلك العمل على تنمية هذه الأقاليم. ويمكن القول اليوم بأن من خلال هذه المشاريع فهي أولا غتفتح فك العزلة على أكثر من 120 ألف ساكنة، وفي نفس الوقت كذلك غتفتح المجال كذلك لتطوير السياحة الإيكولوجية، خصوصا أن كما تعلمون نحن وقع الاتفاق على أساس أنه إن شاء الله غيكون واحد طريق مزدوج ما بين خنفرة وبجاد، وبالتالي غتوصل إلى طريق السيار، وبالتالي فهذه المدارات السياحية فغتكون عندها الإمكانية إن شاء الله أن يكون بالوراء ديالها واستغلالها من أجل تحسين جودة الحياة في المنطقة، وفي نفس الوقت كذلك أنه دخل كذلك دخل للساكنة ديال المنطقة، ويكون إدماجهم في هذا البعد السياحي والثقافي والاقتصادي. قام السيد الوزير بالاطلاع على برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالجهة، بحيث يبلغ المحاور الطرقية التي تمت معالجتها 500 كيلومتر بمبلغ إجمالي 620 مليون. حصة الأسد كانت لإقليم خنيفرة بطول 211 كيلومتر ومبلغ إجمالي 395 مليون. هذه الإنجازات غتمكن من رفع المؤشرات ديال مستوى الخدمة وجودة الطرق من 46% إلى 63%، وهي كتجاوز المؤشرات على الصعيد الوطني.